يا لقلة أدبها، تخرج كرهها لي وهي تنظر في عيني. أعلم كيف أجعلك تبتلعين كل ما قلته وتختنقين به. ليبارك نصركم سيدي، فانتصاركم هذا أصبح حديث الجميع. القبيلتان حاربوا بشجاعة وقد فزنا والحمد لله. الحمد لله، فليرضى الله عنكم. مهمومة أنت، وواضح من عينيك غونيالي. لا لا يوجد هم، أنا بالإذن منك. أرجوك أخبريني، هل أخطأت معك؟ بعد كل هذه الآلام لا زال هناك من يحاول أن يخرب ما بين القبيلتين، وهذا يدمي قلبي. ما الذي تقصدينه؟ عاش أبي مع السيد جاندار، وقد أفنى عمره بخدمته، ولهذا السبب هو وفي لأورال، والآن الكل يكرهني بسبب أبي، يكرهونني بسبب إخلاص أبي ووفائه لسيده، وهذا ظلم يجرحني أنا لا أبي. لا يعاقب الأبناء بما يفعله الآباء، من يسيء لك؟ لا يهم من أساء إلي، فقد جرح القلب وانقضى الأمر، وباتحاد القبيلتين سوف تندمل جروح قلبي إن شاء الله. من؟ قولي من؟ السيدة حليمة.